في منطقة باطن الجبل الذي يضم مجموعة من المناطق الليبية التي تشكلت تحت هذا المسمى. أيها الإخوة، نحيي الشعب التونسي اليوم هذا اللقاء الذي خرج عن نطاق البروتوكولات، أنه اللقاء الشعبي الحقيقي الذي كان دائما هو التعبير الصحيح والتعبير الأخوي الصادق الذي ابتعد كل البعد عن كل ما كان يحاك لهذين الشعبين. أيها الإخوة، أننا هنا في هذه البقعة الطاهرة من عمق الاستراتيجية الليبية، هذه النقطة هي نقطة الالتقاء لا نقطة التفريق، هي نقطة الأخوة وهي النقطة التي سيصار منها إلى التكامل إلى الوحدة إلى الوحدة بين شعبينا. أيها الإخوة، إننا شعب واحد، إننا أمة واحدة، إن الدماء التي تجري في جماهير هذه المنطقة في شمال إفريقيا هي دماء واحدة، هي الدماء التي سالت من أجل تحرير تونس وليبيا. أيها الإخوة، إن تونس هي الشرارة الأولى التي انطلقت منها الثورة العربية. أيها الإخوة، أننا مدانون لشعب تونس، مدانون لشعب تونس. أيها الإخوة، سنتذكر تلك الأيام المجيدة التي تابعنا فيها الليل والنهار لنتابع الأحداث الخطيرة التي غيرت مجرى التاريخ في تونس ومن ليبيا، الملحمة البطولية الصادقة التي انطلقت من جبال وسهول ليبيا، منها انطلقت الشرارة للثورة. أيها الإخوة، لا ننسى إخوتنا في الزندان الذين كانوا سباقين ومعهم بقية الشعب الليبي، كانوا سباقين إلى التحرير وكانوا دائما مشعل حرية ومعول بناء لا معول هدم. أيها الإخوة، إن عجلة الثورة دائرة وشعلة الحرية ستتبع، وأعداء الشعب أعداء العروبة فيطويهم التاريخ إلى الأبد. مرة أخرى باسم كل المناطق القاتلة في باطن الجبل من الطيعان وولاد طالب والشروش والبدارنة والحوامد وكل المناطق والغزايا وإخوتنا الضيوف الذين هم ضيوف على تونس وشاركونا الوفد الليبي، إخوتنا الزندان. أيها الإخوة، وبقية الركود الأخرى من الزاوية والنواير والعجلات وكل الإخوة. أيها الإخوة.